على خير. الفيديو اليوم غادي ندير واحد الميك اب توتوريال، نتمنى الصراحه ان شاء الله يعجبكم. كما كتشوفوا مازال ما دايره لوجهي والو، يعني البشره ديالي ما دايره ليها والو، كنت دايره واحد سكراب. غادي ندير لكم فيديو بوحدي جو صراحه زوين بزاف، كينقي البشره معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا الخطوات وتعرفوا شنو دير باش خدمت. وبالنسبه للبنات اللي باغيين يتعلموا راه كنشرح كلشي بلا ديطاي، ونتمنى ان شاء الله تستافدوا من هذا الفيديو. ويلا نبدا. هذا البنات هايلايتر ديال هدى بيوتي، فيه هاد الدرجات ديال الالوان صراحة زوين بزاف. ولكن دابا غادي نشوف شنو غادي ندير. غادي نشد هاد البلاستيك هادي، غادي ندير فيها نشوف شنو غادي ناخد شوية من هاد الكولا كنختار ندير السيروم والهايلايتر باودر قبل من الفاونديشن كباز اوليه، كيعطي واحد اللمعه زوينه بزاف وترطيب البشره. بالنسبه لكم البنات اللي غادي تتبع معايا هذا الفيديو، جيسبر انه يعجبكم، في كل شيء بالخطوات وبالتفصيل باش تحصلوا على ميك اب مثالي. هذا الميك اب مناسب يعني للسهرات او للاعراس او لا عندكم شي عيد ميلاد ولا شي حفله بحال هكا. والالوان ديالو زوينين بزاف وجريء ومشي جريء، يعني بين وبين. نتمنى انكم تستافدوا من هذا الفيديو شي حاجه. بغيت غير نقول لكم ما لبست شي حاجه او لا درت شي فولار في شي لون مغاير على راسي، لحقاش هذا الفيديو غير اولي، غادي ندير التتمه ديالو في فيديو اخر من بعد. درت هذا الميك اب غير باش نخدم واحد الرسمه اخرى غادي نحطها في فيديو مفصل. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم بجوج وكملوا الفيديو حتى الاخر. كنحاول في اي فيديو ما نكثرش الهضره بزاف، لحقاش كيبان ليا كلشي واضح وباين، حتى بهذاك الشيء باش كنخدم البانسو فاونديشن هايلايتر اي حاجه كلشي كيكون باين وواضح. كنحاول اكثريه كما كتشوفوا كنحاول نخدم على الوجه اكثر، يعني كيفاش تغطيو العيوب ديالكم. انا عندي ليطاج ماشي بزاف صراحه، ولكن كيكونوا شي تصبغات، كيكونوا لي سيرن، بزاف ديال الحوايج كيخليو البشره يبان اللون ديالها ماشي موحد. وفي نفس الوقت كنحاول نخدم الفاونديشن بطريقه اللي تبان طبيعيه، يعني تبان بشرتك طبيعيه ماشي تكون مجيره. راكم عارفين كي اللي كيدير الفاونديشن كيخليها تبان لا علاقه مع اللون ديال البشره ديالو. مازال ان شاء الله نشرح لكم فيديو بالتفصيل كيفاش تخليو الفاونديشن واخا ما تكونش في اللون ديال البشره ديالكم، كيفاش تردوها في اللون ديال البشره ديالكم وبلا ما يبانوا دوك التصبغات اولا التقشير على البشره اولا دوك الخطوط. وتبعوا معايا الفيديو كملوا حتى الاخر.
ايوا واخيرا غادي نكمل هذا الفيديو الاول. صراحه عييت وشتاتني السخفه. مازال البنات والدراري حتى هما اللي متابعين النيت تسناو الفيديو الجاي. تتمه ديال هذا الفيديو غادي يعجبكم بزاف. في واحد ميكاب مختلف، سمحوا لي ميكاب مختلف، يعني واحد الرسمه على الوجه. جيسبيغ انها تعجبكم وغادي تعجبكم ان شاء الله. كما كتشوفوا يعني وصلنا للاخر ديال الفيديو، بقى لي ندير غير ليبستيك وشي خطوات بساطين. ما تنساوش بحال ديما ديروا سبسكرايب وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ومرحبا بالتعاليق ديالكم سواء سلبيه او ايجابيه. صراحه كل شيء يعني كل شيء كيخليني نعطي ما اكثر ونحسن من الحوايج اللي كيبانوا لكم ماشي هما هادوك. ونتلاقاو فيديوهات